مقتطفات من أضواء البيان. هل حروفنا الهجائية مزيدة أم ناقصة؟ حروفنا الهجائية هل هي ناقصة أو هل هي مزيدة؟ هل هناك حروف يفترض أن تكون مضافة إليها كاللام كالياء المقصورة والياء المنقوطة مثلا، التاء المربوطة، الهاء، يعني هنالك هو من حيث المخرج لا يستطيع أحد أن يأتي بحرف آخر إلا أن يكون قريبا أو أن يكون ممزوجا بحرف آخر. ولهذا قيل إن أبا العلاء المعري أعجزه غلام وأسكته وأفحمه، قال له أنت القائل وإني وإن كنت الأخير زمانه لأت بما لم تستطعه الأوائل، زد حرفا واحدا على حروف الهجاء. فقال غلبني غلام. الله أكبر. فلا يستطيع إلا أن يأتي بحرف مزيج مع حرف آخر. أما هذه الحروف فهي في الخط هي لون من ألوان الحرف الأصلي، التاء المربوطة والألف المقصورة في هيئتها، أما في النطق فهي واحدة، لأن التاء المربوطة إما أن تنطق خاء حين الوقوف على الكلمة، وإما أن تنطق تاء حين الوصل، فهي إما تاء وإما هاء. والألف المقصورة كذلك هي ألف في حالة النطق، نعم هي ألف، لا طيب. فرق يعني. وأما القسم الثالث أو الترتيب الثالث لهذه الحروف فهو ترتيب مخرجي، والحروف هي الحروف، وهي هكذا بهذا الترتيب: الهمزة فالهاء أخي هاك علما حازه غير خاسري، الهمزة والهاء فالعين فالحاء فالغين فالخاء. نبدأ بألف أو بهمزة؟ نقول ألف. هذه خلاف بين العلماء فيها، ولكن هي في الحقيقة ألف ولكن عليها همزة. طيب. وهنا نقول همزة لأنه سيأتينا الألف المادية وهي من حروف الجوف، فنحتاج إلى هذا التفصيل. ثم يأتي بعد ذلك القاف فالكاف فالجيم فالشين فالياء فالضاد فاللام فالنون فالراء فالدال فالتاء فالطاء فالصاد فالزاي فالسين فالضاء فالذال فالثاء فالفاء فالميم فالواو. والغنة ليست بحرف، ولكنها لما خرجت من مخرج معين وهو الخيشوم أصبحت كأنها كالحرف، كأنها حرف ولكنها ليست بحرف. نمثلها للسادة المستمعين الشيخ، الغنة نمثلها للمستمعين. الغنة التي تكون في الميم والنون مثل عم والنبأ، هذه وتكون على مراتب، لها خمس مراتب، لأنها تكون إذا كانت مشددة هذه تكون في المرتبة الأولى.